السفارة تؤمن بالعمل البيئي لأن البيئة تؤثر علينا جميعا. البيئة لا تهتم بالحدود أو الجنسيات، إنها تؤثر علينا جميعا. لذلك يجب على كل واحد منا أن يلعب دوره حتى تكون البيئة أفضل للجميع. الهدف من هذا المبادرة هو التوعية وتنظيف الأحياء، فأزمة المناخ والبيئة بشكل عام أزمة مشتركة بين كل البلاد، فهي واحدة من أولويات إدارة بايدن تنظيف البيئة ومكافحة أزمة المناخ. كيف نسهم إلى مجتمعنا بشكل محلي؟ ونحن هنا مع فريق الألمناي التخرجيين لنتذكر أهمية الخدمة وعيد الأرض.